اليوم ريوقنا في مخبز وكافيه بون أباتيه في قرية جميرة الدائرية، وتعالوا مراويكم هذا المكان الجميل. تعال راهم المكان الجميل، مخبز وكافيه كل شيء عندهم، حلويات. تعالوا مراويكم هذا القسم من الكافيه الجميل. الصراحة عندهم قسمين، قسم هني وقسم الثاني هنا. يعرف شو يعني اسم المطعم بون أباتيت؟ اللي يعرف يخبرنا. ريوق الجميل، نبدأ بالأجبان ونيلين، هاي الوجبة الجميلة. وعندك هني البيض، وهني المعجنات، عندك انواع اللحوم البارده، وهني عندك نوعين من البيض. تاخذ من هالعسل مع القشطه التركيه الفريش، يا سلام. طبعا الريوق تركي وفرنسي، جالس كانك فوق السحاب، تتريق فوق السحاب. وعندنا هني ديناما شرم، بيزا ايطاليه، سيزر سلط، يا سلام، هذا شيش طاووق بالفخار. طبعا الشباب قالوا ما يبغون الريوق، يبغوا لهم غدا. بالعافية راشد. وهني عندكم السيزر سلط، وهني العيش، وهني شيش طاووق فخار. ونختمها بأحلى سويتات اللي عندهم، بانكيك وكريب وسلطة فواكه.